الرئيس القادم للولايات المتحدة؟ وكيف سيفوز؟ أسئلة عدة تشغل العالم هذه الأيام، لكن البيت الأبيض لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق الولايات المتأرجحة. ولايات حاسمة تحمل مفتاح الفوز للمرشحين، وتحتاج استراتيجية ذكية لاستمالتها وكسب أصواتها. We will win. We will win. We're going to defeat Kamala Harris and we are going to make America great again. فكيف تحدد هذه الولايات من يجلس خلف المكتب البيضاوي؟ وما هي أولويات كل منها؟ الجواب على الخريطة. يضم المجمع الانتخابي 538 مقعداً، يتعين على من يريد الوصول إلى البيت الأبيض جمع ما لا يقل عن 270 منها، وهو ما يتطلب نهجاً دقيقاً في التعامل مع الولايات المتأرجحة التي لها الكلمة الفصل في كل دورة انتخابية. وليس من الواضح عادة أي لون سيطغى عليها في الانتخابات، الأحمر أم الأزرق، وتسمى بالولايات البنفسجية لتأرجحها بين الحزبين. نتحدث هنا عن 7 ولايات، هي أريزونا ونيفادا وجورجيا وكارولينا الشمالية وويسكونسن وبنسلفانيا وميشيغان. It's important though that we do not go back to the horrible part policies under President Trump. Fight for Trump. Fight, fight, fight. Fight for Trump. تنفق هذه الولايات المتأرجحة مبالغ طائلة من الأموال للتأثير في رأي الناخبين، وينظم فيها الحزبان أكبر التجمعات الانتخابية، لكن لكل منها أولوياتها وحساسياتها وتركيبتها السكانية. Do we believe in the promise of America? And are we ready to fight for it? Fight, fight, fight. تتغير الولايات المتأرجحة مع كل دورة انتخابية وتتطور بحسب المرشحين وسياساتهم. تقع ولاية أريزونا في جنوب غرب الولايات المتحدة، وتسمى بولاية الوادي العظيم أو ما يعرف بجراند كانيون. تملك 11 صوتاً في المجمع الانتخابي، وهي تاريخياً ولاية حمراء، صوتت خلال 70 عاماً للديمقراطيين مرتين فقط، لصالح بيل كلينتون في 1996 وجو بايدن في عام 2020، لكن بايدن فاز بفارق 0.3% فقط. ومثلها مثل كاليفورنيا ونيو مكسيكو وتكساس، تتشارك أريزونا حدوداً مع المكسيك، مما يعني أن قضية الهجرة هي قضية محورية بالنسبة إليها. وقد وجد استطلاع للرأي أن ثلث الناخبين في أريزونا يعتقدون أن الهجرة هي الأكثر إلحاحاً في هذه الانتخابات. في عام 2020 كلف الرئيس جو بايدن كامالا هاريس بمعالجة أزمة الحدود وزيادة حركة الهجرة على الحدود الجنوبية للبلاد التي تشكل عبئاً كبيراً على سلطات الهجرة الاتحادية، لكنها بقيت أزمة مفتوحة حتى الآن. I know we can live up to our proud heritage as a nation of immigrants and reform our broken immigration system. في ظل رئاسة جو بايدن وصل عدد الوافدين إلى مستويات قياسية، ويحاول دونالد ترامب توظيف أخفاق إدارة بايدن في حال أزمة الهجرة غير الشرعية لكسب تأييد الناخبين في الولاية. She loved the title but she didn't want to do the work because she's lazy and probably more importantly than being lazy she wants to have an open border. قد تصب أزمة الهجرة والحدود في مصلحة دونالد ترامب في الانتخابات، لكن قضية أخرى محورية تشغل الناخبين في أريزونا قد تجعل الكفة تميل لهاريس. Everybody, 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 everybody,
في يونيو 2022 ألغت المحكمة العليا الأمريكية الحق الفيدرالي في الإجهاض في قرار تاريخي بالتخلي عن حكم ما يعرف برو ضد وي، وترك لكل ولاية تحديد حقوق الإجهاض لديها. منذ ذلك الحين أصبحت ولايات مثل أريزونا ساحات معركة من أجل حقوق الإجهاض، وفي أبريل 2024 فرضت المحكمة العليا في أريزونا حظر الإجهاض بشكل شبه كامل. It's really important. I think, you know, there's a changing dynamic, especially in Arizona. We know we're a swing state where it's a very important vote, you know. خلال رئاسته دعم ترامب حظر الإجهاض الوطني بعد 20 أسبوعاً من تسلمه الرئاسة، لكنه هذه المرة يسعى لتجنب ذلك. The Democrats are really the radical ones on this because they're allowed to do abortion on the 8th and 9th month and even after birth. أما كامالا هاريس فقد كانت دائماً داعمة في تصريحاتها للحريات الإنجابية، وهو ما قد يساعدها في الحصول على أصوات النساء هناك. A most fundamental right, the right to make decisions about your own body, is now being made by the government. But think about that regardless of your gender. If they can go for that, the most fundamental of rights, what's next? من الجنوب الغربي للولايات المتحدة ترسل ولاية نيفادا إشارات سياسية تجذب انتباه الحزبين الجمهوري والديمقراطي للتنافس عليها. معظم أراضي الولاية هي أراضي ريفية، ويتركز معظم السكان في مقاطعتين رئيسيتين. ونظراً لكثافتها السكانية المتدنية، فإن نيفادا تملك 6 أصوات فقط في المجمع الانتخابي، وهو أدنى عدد بين الولايات المترجحة. مع ذلك تعد نيفادا ولاية مهمة، فالفائز فيها فاز بالرئاسة في آخر 10 انتخابات من بين 12 انتخابات، وقد صوتت نيفادا في الانتخابات الأربعة الماضية للديمقراطيين. لكن نموها السكاني السريع والمتنوع يعني أن أصواتها يصعب التنبؤ بها إلى حد كبير. نيفادا عاصمة المقامرة الأمريكية، لديها أحد أعلى معدلات البطالة في البلاد، وفيها يحاول ترامب استمالة العمال بحديثه عن خفض الضرائب. No tax on tips. No tax on overtime. What is that? Okay. No tax on social security benefits for the تروق هذه السياسات للناخبين، وهو أمر يسعى الديمقراطيون أيضاً للبناء عليه. Under my plan, more than 100 million Americans will get a tax cut, and we will do this by restoring 2 tax cuts designed to help middle class and working Americans. The earned income tax credit and the child tax credit. نصل إلى ولاية جورجيا التي طالما كانت محافظة وأقرب إلى الحزب الجمهوري، لكن مع الوقت تنوعت انتماءات سكانها وبات التنافس على أصواتها 16 أكثر تعقيداً بعدما حول فوز بايدن غير المتوقع عام 2020 هذه الولاية إلى ولاية متأرجحة. كان بايدن أول مرشح رئاسي ديمقراطي يفوز في جورجيا منذ نحو 3 عقود، وكان إقبال الأمريكيين من أصل إفريقي عنصراً حاسماً في فوزه. يعيش في مدينة أتلانتا أعلى نسبة من الأمريكيين من أصل إفريقي في البلاد، وقد وجد استطلاع للرأي أن 25% يعتبرون أن حماية الديمقراطية هي القضية الرئيسة في الانتخابات، تليها الهجرة وثم التضخم. بعد خسارتهم بفارق ضئيل في جورجيا عام 2020، رفع دونالد ترامب وحلفائه دعوى قضائية بشأن تزوير الانتخابات، وضغط ترامب على كبير مسؤولي الانتخابات في ولاية جورجيا للعثور على 11,780 صوتاً، وهو الهامش الذي خسر به في الولاية. All I want to do is this. I just want to find 11,780
votes. هذا التفصيل مهم في جورجيا لأن ترامب وثمانية عشر آخرين يحاكمون في الولاية بتهمة التآمر للانقلاب على انتخابات 2020، وهو ما قد يؤثر في مسار التصويت هذه المرة. نورث كارولينا ولاية لم تكن محسوبة على الولايات المتأرجحة، إذ كان الجمهوريون واثقون من قدرة ترامب على الاحتفاظ بها، لكن فوز نائبة الرئيس كامالا هاريس بترشيح حزبها الديمقراطي بدلاً من بايدن أدى إلى تراجع هذا الثقة. تقع نورث كارولينا شمال جورجيا، ومثل جورجيا هي ولاية حمراء تاريخياً، فاز الديمقراطيون فيها مرتين فقط خلال السنوات الخمسين الماضية، عام 1976 بفوز جيمي كارتر، وفي 2008 بفوز باراك أوباما. لكن يتم تصنيفها على أنها ولاية متأرجحة لأن الجمهوريين فازوا بفارق ضئيل جداً فيها خلال الانتخابات الأخيرة. في مدينة دورام الملقبة أيضاً بمنتزه مثلث الأبحاث توجد ثلاث جامعات رئيسية، ومنذ عام 2020 تم عدد سكانها بنسبة 5.6%، وهي عاشر أسرع نسبة نمو في الولايات المتحدة بأكملها. وما قد يشكل عاملاً مساعداً للديمقراطيين هو أن معظم الوافدين إلى الولاية بين عامي 2011 و2021 وفق البيانات أتوا من كاليفورنيا ونيويورك وولايات نيو إنجلاند، وكلها ولايات ديمقراطية الهوى. الأمريكيون من أصل إفريقي ومن أصل لاتيني ومتعددي الأعراق يشكلون نحو 90% من المقيمين الجدد في كارولينا الشمالية، وهي مجموعات تميل تقليدياً إلى اليسار. مع ذلك، ما زالت غالبية السكان في كارولينا الشمالية من البيض، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن قضية الهجرة تؤرق كثيرين من بينهم، وهو أمر يعول عليه دونالد ترامب في حملته الانتخابية. But one of the things that most angers me is that you have veterans on the streets in front of a hotel and you have illegal immigrants. Some of them are serious killers and drug dealers and all the people that we talked about before and terrorists. في الأشهر القليلة الماضية حاولت إدارة بايدن إثبات أنها أكثر جدية بشأن معالجة أزمة الهجرة غير الشرعية، ووقع بايدن أمراً تنفيذياً من شأنه الحد من طلبات اللجوء على الحدود الجنوبية بشكل يومي عبر إغلاقها كلما بلغ عدد العابرين 2500 يومياً، مع إعادة فتح الحدود عند تراجع الرقم إلى 1500. Today I'm announcing actions to bar migrants who cross our southern border unlawfully from receiving asylum. فهل ينجح الديمقراطيون في استمالة هذه الولاية؟ نصل إلى ولاية ميشيغان التي كانت حتى وقت قريب تشكل رهاناً آمناً نسبياً للديمقراطيين، على الأقل في سياق الانتخابات الرئاسية. تقع شمال شرقي الولايات المتحدة، تملك 15 صوتاً في المجمع الانتخابي، وتقع في منطقة تعرف بحزام الصدأ، تمتد من نيويورك إلى الغرب الأوسط، وهي منطقة كانت تاريخياً مرادفاً للتصنيع، لكنها الآن أصبحت مرادفاً للتدهور الصناعي بسبب تراجع قوة القطاع الصناعي في البلاد. تعرف ميشيغان إلى جانب بنسلفانيا وويسكونسن بولايات الجدار الأزرق، لكن فوز ترامب فيها عام 2016 منح الجمهوريين أول فوز لهم في الولاية منذ عام 1988. أصبحت الكتلة العربية في ميشيغان المتركزة في ديترويت، حيث يعيش 190 ألفاً من الناطقين باللغة العربية، محط اهتمام في ظل دعم بايدن لإسرائيل في الحرب على غزة. فالكثير من الأمريكيين العرب والناخبين الشباب غير راضين عن تعامل إدارة بايدن مع حرب غزة، وهو ما ساعد ترامب في الحصول على تأييد قادة بارزين في المجتمع المسلم والعربي في ميشيغان. We as Muslims stand with President Trump because he promises peace. He promises peace, not war. إلى جانب الأمريكيين من أصول عربية، تضم ميشيغان مجموعة كبيرة من الناخبين البيض من الطبقة العاملة، فهذه الولاية هي معقل صناعة السيارات في الولايات المتحدة، مما يجعل وظائف هذا القطاع عاملاً مهماً في الانتخابات. وقد انضم الرئيس جو بايدن إلى أضراب عمال السيارات تأكيداً لمطلب الحركة الاجتماعية
في مشهد غير مسبوق، وقد أكسبه ذلك تأييداً من نقابة عمال السيارات التي باتت الآن تدعم كامالا هاريس. لكن ترامب ونائبه جي دي فانس ينصتون بدورهم لأصوات الطبقة العاملة في الولاية. What we've got an opportunity to do here in the state of Michigan is to drive home the message that this is a great American manufacturing state. Michiganders build things with their hands. They make things with their hands, and Donald Trump and I are ready to lead a great American manufacturing renaissance. ولاية بنسلفانيا تعد هذه الولاية بمثابة مفتاح الفوز في الرئاسة الأمريكية، إذ يعتقد الجمهوريون والديمقراطيون أن الرئيس المقبل هو من سيفوز بأصواتها. تملك أكبر عدد من الأصوات في المجمع الانتخابي منذ 2020 عندما فاز فيها جو بايدن بنسبة 1.2% فقط. بقيت بنسلفانيا مركزاً للتوترات القانونية والسياسية، لاسيما في ظل استمرار إثارة الشكوك من قبل جمهوريين على رأسهم دونالد ترامب بشأن نزاهة انتخابات 2020. انتخب جورج شابيرو في 2022 حاكماً لولاية بنسلفانيا، وذلك بعد فوزه على مرشح مدعوم من ترامب في الانتخابات الأخيرة، وهو الآن يقدم الدعم لكامالا هاريس. يجب ألا ننسى أيضاً أن مدينة بوتلر غربي بنسلفانيا شهدت محاولة اغتيال دونالد ترامب، لكن أهم القضايا فيها تبقى متعلقة بارتفاع تكلفة المعيشة والتضخم، فقد ارتفعت أسعار البقالة في بنسلفانيا أكثر من أي ولاية أخرى في البلاد. ويسعى المرشحان لاستمالة مناطق مثل مقاطعة إيري، وهي مركز تصنيع يعاني صعوبات مع شريحة كبيرة من الأمريكيين البيض الأكبر سناً والأفقر من المتوسط. يتجاوز عمر نحو 20% من سكان هذه الولاية 65 عاماً، وهذه مجموعة نجح الحزب الديمقراطي في الماضي باستمالتها. أخيراً وليس آخراً، ولاية ويسكونسن صوتت هذه الولاية للديمقراطيين منذ عام 1988، لكن انتصار ترامب فيها في 2016 حولها إلى ساحة معركة. بعد انسحاب بايدن من السباق الرئاسي وتأييده لهاريس، كانت ويسكونسن أول ولاية تنظم فيها هاريس تجمعاً انتخابياً. This is about two very different visions for our nation. One, ours, focused on the future. The other, focused on the past. اختيار هاريس أيضاً حاكم مينيسوتا تيم وولز نائباً لها كان مهماً جداً بالنسبة إليها، فالولايتان جزء من منطقة الغرب الأوسط العليا، وهي منطقة محورية في السياسة الأمريكية. الزراعة صناعة ضخمة في هذا الجزء من الولايات المتحدة، وتأمل هاريس أن يعزز نائبها حاكم مينيسوتا الذي يمثل هذه المنطقة الريفية حظوظها فيها. تضم الولاية نحو 5500 مزرعة ألبان، أي أكثر من أي ولاية أخرى. تميل هذه المناطق الريفية إلى الجمهوريين فيما يؤرق التضخم المزارعين فيها، لكنها في الوقت عينه تدعم الهجرة نظراً إلى أن المهاجرين عنصر أساسي في ازدهار مزارعها. في المحصلة تبقى هذه الولايات ساحة معركة للتنافس بين الحزبين، مما يجعلها مرآة للمجتمع الأمريكي تتنوع فيها الولاءات وتتغير الميول مع تغير القضايا وأولويات الناخبين. فإلى من ستميل دفتها في 2024؟ كامالا هاريس أو دونالد ترامب؟ وحدها النتائج ستكون كفيلة بتحديد مدى محورية دور كل منها.